أطلقت اليوم عمدة بلدية نجمينة مريم جمعة أطلقت حملة النظافة داخل العاصمة نجمينة بمختلف الدوائر والحارات. محمد عثمان بشير. إن حملات النظافة وتنظيم الأسواق يعد من الواجبات المحورية لبلدية أنجمينة، وتنفيذا لهذا الدور أطلقت بلدية أنجمينة هذه الحملة الخاصة بنظافة الأسواق والشوارع والساحات العامة. وتهدف البلدية بأن هذه الحملة التي بدأت رسميا بالسوق المركزي بقيادة عمدة بلدية أنجمينة بداية لحملات عدة تستمر بمختلف الدوائر العشرة بالعاصمة أنجمينة. وأضافت مسؤولة البلدية على أن هذه الحملة ستشمل صغار التجار الذين يأخذون من ساحات وشوارع الأسواق محلات تجارية لهم. الوصية اللي دورنا انت لأخوان التجار ده نقول خلي ما يبقوا راس قوي، كان بيقوا راس قوي يكونوا في خسارتهم. أنا الميري ما أنا أيو أي ما تاجر جابنا في مكان ما واجب يبني فوقه أنا باكر نجو نكسره، وده في خسارتهم. ننتي وصايا خلي ما يحصل. إذن النظافة وتنظيم الأسواق والشوارع والساحات العامة يعد مسؤولية للجميع دون استثناء.